أول مرة في حياتها المديرة تغيب 3 أيام. فعلا صدقي، من يوم ما تعينت أنا في المدرسة ما غابت ولا مرة. مو زينا كل شهر نغيب يوم أو يومين. وهي وش يغيبها؟ حنا عندنا أزواج وعيال، وهي عزبة لا زوج ولا ولد يشغلها. المهم في واحدة منكم اتصلت عليها؟ أنا اتصلت عليها مرتين ولا ردت. وأنا كمان اتصلت عليها كم مرة وجوالها مسكر. يا بنات المديرة وصلت. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك بالحصة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. خير يا أستاذة حصة، أول مرة تغيبين على المدرسة، بصراحة خفنا عليك. وأنا اتصلت عليك كثير جوالك مسكر. الحقيقة يا بنات أنا عندي خبرين، الأول زين والثاني شين. وش حابين تسمعون بالأول، الجود نيوز ولا الباد نيوز؟ لا الجود نيوز. الجود نيوز أنا تزوجت. ألف مبروك. مبروك. الله يبارك فيكم حبايبي. بس ليش ما علمتينا عشان شاركك الفرحة؟ بصراحة يا سعيدة كل شيء جاء بسرعة، وبيني وبينكم الزواج مسيار. مسيار ولا مسفار، المهم زواج. ألف ألف مبروك. هذا هو الباد نيوز إنه مسيار؟ لا الحقيقة الباد نيوز يخصكم، أو بالأصح يخص واحدة منكم. وش قصدك؟ شوفوا يا بنات العمر يمشي بسرعة، وأنتم أكيد تقدرون أن الفرص في مثل سني قليلة. ما فهمنا طال عمرك. أصبري وأنت تفهمين. أبيكم يا بنات تقدرون موقفي، ولا أبي أغشكم، أبي اللي يخصها الموضوع تعرف الخبر مني أنا. أقلقتيني يا أستاذة حصة، قولي وش السالفة. بصراحة يا بنات أنا تزوج زوج واحدة منكم. نعم؟ اللي سمعته، زوجي هو زوج واحدة منكم. زوج مين فينا؟ والله بصراحة مستحية ولا أقدر أقول. عناد زوجي؟ أقول يلا عاد خليكم من الكلام الفاضي. أبي أعرف وش تبغون تهدوني هدية زواجي. أستاذة حصة زوج من؟ زوجي؟ أوه يا حنان اسمع أنا عندي فكرة، وش رايكم تكون هدية زواجي كل واحدة فيكم تعطيني 500 ريال؟ خلينا من الهدية الحين يا أستاذة حصة، أنت تزوجتي مين؟ اللي أخذ منها 500 يعني أنا ما تزوجت زوجها. وش قصدك؟ يعني اللي أرفض أخذ منها 500 معناها أني تزوجت زوجها، يعني حرام أني أخذ زوجها وأخذ قروشها. يلا 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 يا بنات يلا على حصصكم، وبكرة كل واحدة فيكم تجيب 500 معها، واللي طبعاً ما أخذ فلوسها أتمنى من كل قلبي أنها تسامحني. والليلة عيد الليلة عالدنيا سعيد الليلة. موني وكم ماما سعيدة يجي من مدرسة، كلام بابا عناد روح شغل كلام في خارج دوام، تعال اوكي؟ ما في كلام ماما. الليلة عيد الليلة. هلا والله بأغلى وأرق وأحلى زوجة في الدنيا. أنا وين فيه يعني راح أكون؟ في السيارة في طريقي إلى بيت الزوجية يا لبى قلبك.
اها خلصتي شغل ابوي؟ بروح البيت ابوك يعني وين بروح له؟ لا لا سعيدة لا تخافين صرفت لها، تركت لها رسالة مع الشغالة انه عندي خرج دوم. يا لبى زواج المسيار وين من زمان ذا الزواج؟ واجينه يا ناشي وفديتها الضحكة انا فديتها. اوكي حبيبي. معقولة عناد يسويها؟ معقولة فهد زوجي يتزوج أستاذة حصة؟ خالد ندل يعملها أكيد. عدنان الحقير إيش فيكي؟ بنات في واحدة منكم معها 100 ريال؟ إيش تبغي فيها؟ ما أقدر أصبر لبكرة، لازم أعطيها 500 أشوفها تأخذها ولا لا. دقيقة أعتقد أنا عندي ليها، خذي روحي لها. النذل صار له كم شهر وهو ما عنده سالفة إلا المسيار والمسيار، وأصلا أنا من تزوجت وأدري إنه راعي خرابيط، لكن والله نسواها ما أطلب إلا الطلاق. استريحي ما دقيقة وافضالك. لا أنا مرتاحة كذا. أوكي براحتك. تبين شاهي؟ لا شكرا. أبل حصة هذه 500. أبل حصة هذه 500 ما تبين تاخذينها؟ مشكورة إيمان وهدية مقبولة. يعني أخذتيها؟ شكرا مشكورة من جد مشكورة شكرا. أخذتها يا بنات أخذتها. يا حبيبي يا عدنان أدري عمرك ما راح تخوني. أكيد خالد الحقير. زوجتي العزيزة وين كنت؟ ها؟ جاوبني وين كنت؟ ليش شغالة ما قالت لك؟ يعني فعلا كان عندك خارج دوام؟ طبعا طبعا عندي خارج دوام، وانت عارفة انه انا دايما من الشغل للبيت ومن البيت الشغل ومن الشغل للبيت، يعني وين بروح له؟ عموما انا بروح اغير ملابسي بعدين بغير ملابسي. رحت حصة؟ حصة؟ حصة يا عناد؟ أي النذل ماسح كل الرسائل وكل الأرقام. هين في شيء حبيبتي؟ عناد أنا عندي بعض الأسئلة وأبيك تجاوب عليها. أسئلة إيش بالضبط؟ وش موقفك من زواج المسيار؟ ها؟ جاوب. قانونيا وشرعيا عقد صحيح ولا بأس فيه. أنا ما سألتك قانوناً، سألتك عن رأيك الشخصي. ما واطنه ولا أحبه، لكن وش الطاري بالضبط؟ أبد
بس نفسك ما سولت لك في يوم الأيام كذا ولا كذا؟ مجرد شك الحمد لله. مهبول أنا، مهبول أنا أتزوج مرة ثانية. هو في أحد يتزوج وبعدين يروح يفكر يتزوج مرة ثانية؟ ها، لا يلدغ المؤمن المجحر مرتين. وش فيك أنت؟ أحد يتزوج ذا القمر ويروح يفكر يتزوج عليها؟ سياسة معروفة، يبيني أزحل وأنسى الموضوع الأصلي، بس الحين تأكدت. طيب ليه خارج دوامك هالأيام كثرانة؟ ها؟ وش اللي ها؟ كل ما أسألك تقول لي ها ها؟ أصمخ أنت؟ ها ها؟ نعم بوبليس ترى ذبحتيني بكثرة الأسئلة، مليت أنا من كثرة الأسئلة. وش هو أنا جاي أرتاح ولا جاي تحقيق أنا؟ يعني لازم الواحد ينام برا الغرفة يعني؟ لازم؟ وجع حشا قسم شرطه انا عايش متزوج ملازم اول انا ذبحت امنا بالاسئله حول ولا قوه الا بالله الزوجه اللي ما تثق في زوجها لا تستحق ان تكون زوجه احنا ابو بوليس هذه وش قصتها هذه ساحره عليها حساسات اقوى من حساسات البي ام هبي صباح رباح والله نومة الكنب أطلق من نومة الغرفة معقولة كل هالمدة وأنا مستغفلة وما أدري عن شيء بس أنا الغلطانة أنا اللي طلبت منه ذاك اليوم يوصلني أنا وياه لزواج إيمان وكنت حاسة أنا ضابط المراية عليها بس هي كيف ترضى تبني سعادتها على تعاستي الو هلا يما شفت النادل وش سوى فيني انا لا يمكن اقعد مع دقيقه واحده في هالبيت تعال خذوني الحين يا يما هذا تزوج عليه زواج مسيار وتخيلي من اخذ أخذ مديرتي في المدرسة يا شماتة المدرسات فيني بس لا ما بعد تأكدت بس كل الأدلة تقول إن نادل وحقير موني كم قولي لعمتك تعيسة تلبس بسرعة عشان ما تأخر على الدوام حاضر عمي موني قولي لعمك مو برايح للدوام أشوفه ما لبس مالت عليك انت وياه موني قولي لعمتك هذا مو بشغلك تبي تروحين لشغلك قومي يلبسي انت أول موني قولي لمن برايحة بكيفي موني يقول لها أنه أنا أشتغل قطاع خاص تقوم تلبس والله يعين الحكومة على ذا الأشكال والله يا موني الوحدة هالأيام صارت تخاف تطلع من بيتها أخاف يقوم النادل ويجيب لها وحدة ثانية في البيت موني قولي لعمتك تتخلص من هالأوهام اللي في راسها عشان ما تخرب على نفسها وتفاول على نفسها موني روحي من قدامي بسرعة الحين قبل أرتكب جريمة موني سمي يا موني على عيني وعلى راسي انقلع المطبخ انقلع المطبخ لا ارتكب فيك جريمة لازم تتأخر وتتدلع كمان مو عروسة المهم العريس لا يكون زوجي بس يا بنات ايش فيك المديرة وصلت وصلت انا قبلك تفضلي
تفضلي استاذه، هذه 500. ألو، هلا وعليكم السلام. أخذت من كل البنات، ما بقي إلا منيرة. وسعيدة غايبة اليوم. بس منيرة تأخرت. يمكن تواسيها. ولا يمكن يطاقون. يطاقون؟ لو يطاقون كان سمعنا صوت، بس شكل المديرة تتكلم بالتليفون. أخذتها أخذتها أخذتها. فديتك يا خالد، ظلمته. سعيدة سعيدة سعيدة. والله مشكلة. طيب الحين وش تبي تسوي مع مرك؟ المشكلة يا معتوق اني احبها ولا اقدر استغني عنها. تحبها تقوم تعرس عليها؟ يا اخوي الشرع محل اللي يربع، بعدين انا رجال مغنين يلا معطيني خير، وكل الربع طايحين في ذا المسيار، وقفت علي انا. طيب الاميرة بنشدك الحين، من وين جاء هالشك؟ والله ما ادري، بس احيانا احس انها تتعاطى السحر، وعندها احساس غريب، عندها حاسة سادسة غريبة جدا. طيب اسمع، تبي شوري صارحة، ترى تسمع منك أحسن ما تسمع من غيرك، لأن لو سمعت من غيرك ما هي مسامحك. يعني ظنك أقول لها؟ وما لك إلا كذا، دام إن شاكت بك صارحة وفتك. يخوفي إني أخسرها وأنا ما أقدر أعيش بدونها. عاد هذه صوتك بيدك، لكن تبي الرأي استخر. يا الله يا رب، يا الله يا رب دبرني. يا ليل الزعلانين، أهل الغرام مساكين، عتبين على الأيام والدمع مال العين. ممكن نتصالح حبيبتي؟ أولاً نتصارح. اللي يشوفك يقول لنا إحنا متزوجين أمس، وش نتصارح فيه يا بنت الناس؟ يعني أي شيء أنت بسوي من وراي، سر، عملة سودة، قول، لا تخاف. أنت إلى الحين مصرة أنه أنا مخبي عنك سر؟ أنت اللي مصر أنك تلف وتدور، الظاهر أنك ما تعودت على المصارح، وحياتك كلها كذبة كبيرة. وجع. حول ولا قوة إلا بالله. الحين هي درت ولا ما درت؟ موني سوي لي 12 كاسة شاي. وش فيكم؟ منيرة وش فيه؟ ما عرفتي؟ عنيش استاذة حصة أخذت دراهمنا كلنا. كلكم؟ طيب يمكن في أحد غايب؟ أستاذة محاسن؟ أستاذة محاسن أول ما درت عن الموضوع قطعت إجازتها ودفعت. وأخذت منها؟ معليش يا سعيدة تصير دايما، معليش. والله الرجال ما لهم أمان. يا حبايب الرجال كلهم خونة، وإذا ما تزوجوا حصة حيتزوجوا غيرها. فالله ولا فالك. قلبي كان حاس، كان حاس إن أناني وغشاش، بس ليش أستاذة حصة؟ ليه؟ وأنا كنت أعتبرها أختي الكبيرة. إيش فيكي؟ فين رايحة؟ بروح أبارك العروس على خيانتها. يا مجنونة لا تتهوري، الحقوا يا بنات لا تفوتكم الدراما. أهلين سعيدة، وش عندك؟ جاي أبارك لك يا حضرة المديرة، وأقول لك ألف مبروك، مع أن الوحدة ما يصير أنها تبني سعادتها على تعاسة غيرها. نعم؟ عيب الوحدة تخون زميلاتها، خصوصاً إذا كانت هي القدوة، تستغل ضعف زوج. تفضل الخمسمية. شكراً على الخمسمية يا سعيدة، ولا تخافين، مو هو بزوجك.
لا لا أستاذة حصة، ركزي، أنت قلتي ما تأخذي فلوس من ذرتك. فعلاً، فعلاً أنكم مدرسات بله. يعني ما تزوجت عناد؟ ومن هو عناد هذا بسلامته؟ المهم لا؟ اسمعوني، تتذكرون أول العام الدراسي يوم طلبت من كل واحدة فيكم 100 ريال عشان نصلح المصلى؟ طيب ولا واحدة فيكم دفعت. قمت أنا يوم مرضت وغبت يومين وشفتكم طبعاً مستغربين من غيابي، اخترعت سالفة الزواج هذه. أنا لا تزوجت ولا شيء، وجبت سالفة 500 هذه، وهالحين جمعت أكثر من 20,000 ريال وبصلح كل شيء خربان في المدرسة. يعني أنت ما تزوجتي؟ لا يا حبيبتي، ما تزوجت ولا شيء، وطبعاً لا تحلمون أن 500 اللي أعطيتوني إياها أنها ترجع لكم. حلال عليك 500، ولو تبي 500 تاني نعطيكي، بس أبعد عن أزواجنا. يا حرام يا عناد، بصراحة أنا بهدلته وما أدري شلون الحين أقابله وأحط وجهي في وجهه. شفت؟ موضوع كبير صح؟ دوك على الماس يتلاصف. أي الماس يا أبو الماس، هذا ذهب أبيض يا قروي. وأنا بصراحة تعبت من هذه العيشة الإغريقية اللي أنا عايش فيها وقررت أني أعترف. هلا عناد حبيبي، تفضل أبيك شوي. ما شاء الله، وش ذا الزين، وش ذا الحركات النصكم فيه؟ أنا عندي لك مفاجأة، وبصراحة بقول لك على شيء، بس غمض عيونك. ها؟ ها مرة ثانية؟ عناد غمض عيونك. سمي ها، سمي ها. فتح. أي. ها. عناد حبيبي، أنا جبت لك هدية، ساعة، وأرجوك إنك تقبلها مني. وترى والله العظيم قيمتها 30,000، يعني كل اللي جمعتها من التدريس، بس ما تغلى عليك. يا بنت الحلال، حركات الإحراج ذي تكفين بطليها، وأنا بصراحة حركات النفسية أنا خابرها زين، وودي أقول لك شيء. لا، أنا اللي بقول لك شيء مهم. لا لا لا، ما في داعي تقولين أي شيء، حياتنا يجب أنها تقوم على المصالحة قبل المصالحة، وهذا الكلام اللي أنت تقولينه من أول. اسمعي يا بنت الناس. والله العظيم أدري يا حبيبي، ومعك حق تعصب، أنا بصراحة وترتك، وترت نفسي معك الأيام اللي راحت، بس وش أسوي؟ هذا كذب من مديرة المدرسة. ها؟ أكذبت علينا وقالت إنها تزوجت زوج واحدة من المدرسات، وكل واحدة بصراحة فكرت إنها زوجها. ها، يعني فعلا أنت كنت تشكين فيني؟ غلطة، والله العظيم ما عادت تعودها. غلطة؟ منين أصرف هذه كلمة غلطة؟ أنا عناد كتلة وفاء معاك طول هالفترة تشكين فيني؟ تشكين فيني أني أنا غشيتك؟ تحسسيني بأني نذل؟ أني أنا ما أسوى وغاشك كل هالفترة؟ ليه يا سعيدة ليه؟ ليه تشكين فيني؟ عاقبني، سو فيني اللي تبيه، أنا موافقة، وهذا حبة رأس. لا، ما يحتاج، ما يحتاج، اخس يا زمن، اخس يا زمن، اخس مديرات آخر زمن. عناد، وين بتروح؟ الله يخليك قول لي. أرجوك يا سعيدة، أنا انصدمت فيك، أنا بحاجة أجلس مع نفسي أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، عشان أتحمل اللي صار، أتحمل الصدمة. بس أنا بدون بس، الله يرحم والديك، لا تسألين عني لمدة شهر عشان أنا أتمالك نفسي وأرجع أتحمل نفسي وأرجع أكون إنسان طبيعي. يا خسارة، يا خسارة.